ننتقل بعد هذا إلى رسائل أخرى. رغم أهمية هذه الرسالة وأنها تستحق أكثر من حلقة في الواقع نظرا لما تضمنته من أشياء ملفتة للنظر، ومن بين تلك الأشياء الموالد. أما الموالد فقد نبه عليها كثيرا وأنها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. فلا تجوز إقامة الموالد لا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا للمشايخ ولا لغيرهم من أفراد الناس، كلها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وهي تقليد للنصارى الذين يقيمون المولد للمسيح عليه السلام. ولا شك أن المسيح بريء من ذلك عليه الصلاة والسلام، لأن الرسل كلهم جاءوا بإقامة شرع الله عز وجل، كلهم نهوا عن الضلال والبدع والخرافات التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. ألم يشرع الله على لسان نبي من الأنبياء ولا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إقامة هذه الموالد؟ وإنما هي بدعة أحدثها من تحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وإنما حدثت بعد القرون المفضلة الأربعة. فالحاصل أن هذه الموالد بدعة، وإذا انضاف إليها الغلو بحق الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به والاستنجاد به كما يفعلونه في هذه الموالد، وكما يقول شاعرهم: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إلى آخر ما قال من الغلو والشرك والعياذ بالله. وهم يرددون هذه القصيدة المسماة بالبردة في أعياد موالدهم وما فيها من الشرك الأكبر، وربما يزيدون على ذلك بأشياء كثيرة. الحاصل أن هذه الموالد لا خير فيها ولا تولد إلا شرا، ولذلك جرت إلى الشرك والغلو المخرج من الملة، نسأل الله العافية.